بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين، ننظر في ظواهر الفساد والرشوة وإخطاء المسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة. نعم، باش تكون مستقلة. أنا ما نجمش نكرس الفساد المالي، أنا ضد الفساد المالي ولا حتى الفساد الذهني، أنا ضده. الحرية في وجه الاستبداد، والعدالة الاجتماعية في وجه الظلم الاجتماعي والحيف والفساد. الأولوية الرابعة هي مواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد والمحاسبة. أهداف من أهداف الثورة هي مقاومة الفساد، ولذا كان من اهتمامات الحكومة هذه هي إيلاء موضوع الفساد من اهتمام خاص. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، المحور الثاني في برنامجنا هو مقاومة الفساد. الناس كلها ضد الفساد. بكري كانوا طرابلسية، تو ثم مليون فلاليس نتاع طرابلسية. ما عندها مليون دراري صغار كله قاعد يتعلموا شيخ عليهم، فهمتني كيفاش ينسلوا في الاخرين. كوت كوت كوت.